معلومات عن مبادئ الحياة. السلام عليكم. في هذا اليوم أود مشاركتكم عن قائمة فيها 16 مبدأ في الحياة التي يجب أن تعيش بها. هذه القائمة عبارة عن درس أو دروس مهمة التي تم استخلاصها من تجارب الحياة لا تقدر بثمن. اسمع لها بقلب وعقلك. قبل أن أبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة واستمع إلى الآخر. المبدأ الأول: لا يوجد شيء لا يمكنك الحصول عليه أو تحقيقه في الحياة. إذا كنت على استعداد للعمل من أجله، لا توجد حدود فيما يمكنك تحقيقه بخلاف تلك الموجودة في عقلك. ما يمكنك الحصول عليه يعود إليك، لا أحد يستطيع أن يمنعك من تحقيق أهدافك أو الوصول إليها. لا تدع شخص فاشل يمنحك للوصول لأهدافك. المبدأ الثاني: الوفاء سلعة غالية، فلا تتوقع من أي إنسان رخيص حتى لا تصاب بخيبة أمل. لا تبالغ في توقعاتك عندما تتعامل مع الناس، فالوفاء هي سلعة نادرة ولن تحصل عليها إلا من أشخاص يمتلكون أسمى درجات الأخلاق. المبدأ الثالث: إذا أردت الحزن فعش في الماضي، وإذا أردت القلق فعش في المستقبل، وإذا أردت السكينة والهدوء فعش في الحاضر. لا تبالغ في التفكير. لا تبالغ في التفكير في الماضي أو التخطيط في المستقبل. على حساب الحاضر، تذكر أي شيء تحصل عليه هو نتيجة أخطاء التعلم من الماضي والجهد الذي تبذله كل يوم. المبدأ الرابع: املك من الدنيا ما شئت، لكنك ستخرج منها كما شئت. تذكر قول سيدنا علي بن أبي طالب: أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك سوف تموت غدا. إذا حققت هذا التوازن بين الدنيا والآخرة، سوف تكون من الفائزين. المبدأ الخامس: إن لم تأتي سفينتك اسبح نحوها. نقف طويلا في انتظار الفرص تأتي في طريقنا، لكن في بعض الأحيان يتوجب علينا أن نخلق هذه الفرص، أن نصنع الحظ الخاص بنا. لا تقف في مكانك وسعى بكل جهدك. المبدأ السادس: اهتم بصلاتك، فهناك مكان أجمل من الدنيا بكثير. كن مع الله ولا تبالي. اخشع في صلاتك ولا تؤخرها، لأن كل ما تريد تحقيقه وكل ما تخشى فواته هو بأمر من تقف بين يديه. المبدأ السابع: هذا الوقت سوف يمضي. مهما بلغ حزنك أو فرحك، تذكر أن سنة الحياة الثابتة هي التغيير، فلا تبالغ في حزنك وفي فرحك. وتذكر دائما أن الوقت سوف يمضي كل من يحمل هما إن الهم لا يدوم، مثلما تفنى السعادة هكذا تفنى الهموم. المبدأ الثامن: ما لا خير فيه لأهله لا خير فيه لأحد. إذا رأيت شخصا يخاصم أو يعادي أهله فابتعد عنه فورا، لا تعطيه فرصة وأخرجه من حياتك. دائما من لا خير فيه لأهله لا خير فيه لأحد. المبدأ التاسع: لكل شيء في الدنيا ثمن، لكن إياك من دفع ثمن غالي من أجل شيء رخيص. في الحياة نواجه العديد من الصعوبات، وهذه سنة الحياة، ولكن يجب أن نختار معاركنا بذكاء وحكمة.
يجب أن نعرف أين نوجه قوتنا وطاقتنا حتى لا نجد أنفسنا أمام أشخاص لا يستحقون وقتا، أو بالأحرى لا يستحقون وقتنا ولا جهدنا. المبدأ العاشر: الخوف يقتل كل شيء جميل في حياتنا. تذكر أن الخوف المبالغ فيه سوف يدمرك ويمنعك من التقدم. من الطبيعي أن نقلق من وقت لآخر، ويمكن اعتبار القلق استجابة طبيعية لعديد من المواقف، لكن القلق المزمن يمكن أن يكون مزعجا، وبإمكانه أن يدمر حياتنا اليومية ولا نستطيع العيش بأمان. المبدأ الحادي عشر: أنت لا تخسر حقا إلا إذا توقفت عن المحاولة. الخسارة هي حالة ذهنية تشعر أنك غير قادر على الاستمرار. أنت تقرر متى تخسر ببساطة، عندما تتوقف عن المحاولة. تذكر أن أعظم إنجازات في الحياة ولدت من رحم الفشل، فامتلك عقلية الفائزين واجعل خسارتك جزرا لتعبر فوقه نحو النجاح. المبدأ الثاني عشر: لا تنتظر في الحياة، اسرع. لا تنظر أن تزرع تلك الشجرة، أن تعبر عن مشاعرك لذلك الشخص، أن تشعر كل ما هو سلبي في حياتك. لا تنتظر، لأن الحياة قصيرة جدا ولها زوال. قم بعملك اليوم. المبدأ الثالث عشر: الصبر قوة. يقال إن الصبر مفتاح الفرج، لكن ليس على كل الأناس يستعملون هذا المفتاح. بعض الناس يستعملون الصبر لتخطي الصعوبات، فالصبر يكون لديهم ميزة، والبعض الآخر يكون الصبر عندهم هو الاستسلام. فالصبر قوة جبارة تساعد الإنسان أن يعيش حياة أفضل. المبدأ الرابع عشر: لا شيء عظيم في الحياة يأتي بسهولة إذا كنت تريده، فيتوجب عليك العمل من أجله والتخلي عن كل شيء من أجله. إذا كان فعلا هذا العمل يستحق الجائزة، فيستحق القتال من أجله. المبدأ الخامس عشر: اخط خطوات صغيرة في الاتجاه الصحيح. تسمى باللغة الفرنسية les premiers pas du bébé، وهي خطوات صغيرة تجاه هدفك. سوف تشعر أن هدفك يصبح أقرب مع مرور الوقت. لا تستغر أي عمل نحو تحقيق أهدافك. معظم الناس لا يبدأون لأنهم يعتقدون أن عليهم عمل الكثير، ولكن عمل صغير مستمر سوف يكون له تأثير مع مرور الوقت. المبدأ السادس عشر والأخير: كن يقظا مع أفكارك. انتبه لأفكارك، لأنها تشكل واقعك. هل تفكر بالأشياء التي يمكن أن تحدث بشيء خاطئ، أم تفكر بالأشياء الإيجابية التي سوف تحدث؟ لن تتخيل كيف يؤثر التفكير الإيجابي عليك وعلى حياتك وحياة الذين من حولك. تذكر أن سعادتك وشقاؤك هي من صنع أفكارك. سأترككم قليلا أعزائي لسماع هذه الموسيقى الجميلة.
شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله، أمان اللقاء بكم في الفيديو المقبل إن شاء الله. لا تنسوني من دعائكم والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أحبكم في الله أعزائي، إلى اللقاء.